حبايبي المغرب حبايبي، وان شاء الله هشوفكم قريب في افتتاح الفيلم الجاي الجديد باذن الله. هتكون بجد ولا لا؟ لا بجد ان شاء الله، فيلم خيال مآتة اكيد هشوفكم في المغرب. استاذ احمد الشعب المغربي انا كتير مبسوط، وبدي اشكر كل حدا بالمغرب صوت لي وكل حدا بعت لي مسجز على انستغرام، وصل لي كتير مسجز من المغرب. بدي اقول لكم انا بحبكم كتير، والمغرب كلها مواهب وكلها فن، وبدي اتشكر كل حدا دعمني من هونيك، وبدي اقول لكم انا بحبكم كتير. برجع بقول انه انا قررت اتقاسم قسم من جايزتي مع هذا الفريق، لانه انا بنظري هو العالم بيستحقه، لانه عالم اجوا من مشي تحدوا كتير صعوبات ووصلوا، ما كان عندهم حدا يعلمهم، ما كان قادرين ياخذوا صفوف، ما قادرين ياخذوا شيء، وقدروا يبرهنوا عن قدرات هائلة بالنسبة لي أنا شو حضرت، وأثروا فيي من أول مرة شفتهم، فأنا بعتبر إنه بيستحقوا الفوز، وحبيت أقدم هالمبادرة لأنه ما بعرف حسيت هذا الشيء بقلبي وحبيت أعمله. في الحقيقة احنا فرحانين بزاف، فرحانين حيث وصلنا للنهائيات ودرنا حاجة زوينة الحمد لله، والفرحة اللي زوينة هي خدينا جزء من الجائزة، والفرحة الكبيرة خدينا 15 مليون اللي اعطتنا الام بي سي الحمد لله، قدرنا نحقق واحد الحلم اللي وفق عربت قد طالبت الحمد لله، دفضل مع عبد الله.